دورة التصميم التجاري والإعلاني، مدرب المهارات معاذ الشحمي. خليك معي في هذه الدورة وتابعنا فيديو فيديو، وراح تلاقي كل الفائدة والمتعة بدورة التصميم التجاري والإعلاني. يلا نبدأ الدورة. إذا تكلمنا عن الغلاف أو الملصق للDVD، تكلمنا عن أظرف المراسلات الانفلوب، بنيجي للفولدر، فولدر الأوراق كمان مطلوب كثير بسوق العمل، تصميم فولدر أوراق. طبعا فيه له مقاسات مختلفة وأنواع مختلفة، يعني شايف ممكن يكون سلوت للبورتريل أو لاندسكيب، للبزنس كاردز تحط البزنس كارد داخل الفولدر، كمان ممكن يكون من الطرفين فيه هاي اللي بترد، ممكن يكون هذا المقاسه A4 او A5. شايف كمان هاي الطويات تبعه بتختلف، يعني ممكن يكون طويتين بنفس الزاوية، ممكن يكون طرفين، شايف. فبالتالي هون كمان شايف الأمثلة على الفولدر بالمقاسات تبعه، يعني ممكن يكون 220x305، ممكن يكون على مقاس البزنس كارد، شايف، ممكن يكون على البورتري بزنس كارد، مقاسات البزنس كارد، ممكن يكون على مقاس الA4 الورقة العادية. في منه أمثلة كثير، وفي منه يعني هون شايف كمان الإج، فيه الإج هاي كمان في بعض الفولدرات الحافة هاي بدك تقيسها، يعني وتعطيه مثلا سنتيمتر، 3 سنتي مثلا، 5 سنتي أحيانا بالفولدرات حسب الفولدر اللي أنت عم تصممه. كمان ممكن تعمل فيها فنيات، يعني للفولدر ممكن تعمله بعد السلوفان. الفولدر نحن اتفقنا مثله مثل البروشور، بينفتح وبيتسكر كثير، لذلك لازم يكون فيه ديمومة، بمعنى انه شو، بمعنى انه مع الاستخدام المتكرر ما يتشقق او يعني يتلف، يصير فيه تلف. عشان هيك بحطوا عليه طبقة سلوفان او اليوفي. واذا بدك مثلا تضوي على شعارك تخليه لميع او مطفي، يعني حسب انت شو بدك تصمم وحسب التكلفة اللي انت عم تشتغل فيها. مثلا شعارك احيانا بتخليه يوفي، سبوت يوفي، ممكن تعمله سبوت يوفي، فبالتالي بتبعت له التصميم. مثلا هذا التصميم، خلينا نعتبره انه هذا التصميم، تبعت له التصميم للمطبعة، بيطبع لك اياه كامل. بعدين بترجع شو بتسوي انت، بتبعت له نسخة بس للي بدك تعمل له سبوت يوفي، يعني فلنفرض انه هذا هو شعارك، فانت بتبعت له النسخة تبع اللي بدك اياها يكون لميع، اللي تكلمنا عنه سابقا ببداية الدورة، اللي هو السبوت يوفي. فرضا هاد ممكن هون، كمان ممكن بالفولدر تعمل فيه داي كات، يعني انت ومزاجك. داي كات ممكن يعمل لك جمالية بالموضوع، يعني مثلا هاد اذا قلنا له بدنا اياه بلون الخلفية بس بعطيه ستروك، فبالتالي شو صار، هاد مثلا بدي اعمل فيه كفراج، كمان ممكن
انك تعمل فيه كفراج بنفس الطريقة، تبعث له نسخة التصميم للمطبعة من دون اللي بدك تعمله كفراج، بعدين تبعث له اللي بدك تعمله كفراج بس لحاله، فبيعمل لك له كفراج او امبد. بص خلينا نشوف شو صار معنا هون. اذا هذا التصميم بشكل مبسط، طبعا هدول الطويات شايف انت كمان، مثلا هاي شايف ممكن تزيدها، يعني لو شفنا هون مثلا، خلينا نفتح ملف عمل جديد. طبعا انت والبرنامج اللي انت متمرس فيه، يعني حسب انت شو متمرس بالبرنامج اشتغل فيه، ما في اي مانع. تقدر تشتغل بالفوتوشوب او الالستريتر، بيعطيك نتائج كويسة. اوكي، يعني مثلا عندي شوفي مقاسات هون، يعني مثلا خلينا نشتغل بالميتين وعشرين، 310. اوكي، طبعا هذا بيكون عندي مقاسه للفولدر لما نطويه. بعدين انت بتصير تضيف له اللي بدك تشتغل فيه. يعني هون مثلا هاد هيك، خليني اعطيه لون ثاني مشان يبين معي. اوكي، هون مثلا هاد بدي اعمل فيه فهون شو بعمل، خليني اثبته من هون. اوكي، هو مثبت. بدي اقلل العرض تبعه، خليه مثلا 50 فلنفرض. اوكي، خليني اعمل له مثلا، خليني اغير اللون عشان يبين معك. مثلا هاد الفولدر، كمان ممكن العب بالانحناءات تبعه، يعني مثلا هاي النقطة بلغيها، خليني يعني هو هيك انت بتشتغل بالموضوع. ممكن هاي اعملها كيرف، اجيبها شوي لقدام لفوق. اوكي، يعني النتيجة مقبولة. كمان ممكن انت تشتغل بالموضوع فبيعطيك النتيجة اللي بدك اياها. هون مثلا خليني اعطيه الارتفاع كمان 50. اوكي، وبلونه بلون ثاني مشان يبين معي.
مثلا وبقدر ألعب فيه مثل ما سويت هناك، يعني مثلا هاي النقطة ما أدري فيها، أوكي، وبعمل كيرف بهذا المكان. بجيب النقطة شوي لهون، يعني هو التصميم ما فيه حدود معينة، انت ومزاجك بالتصميم. طبعا هيك ممكن كمان تعمل هون داي كات مثلا يبين لك اللي جوا، يعني انت ومزاجك. فبالتالي راح تكون النتيجة عندي لما اسكر هدول، يعني مثلا هاد بس بعمل فيه ترانسفورم ريفلكت، اوكي راح يكون معي النتيجة على الشكل هاد. هوريزنتال وغيرت اللون هاد عشان يوضح معي. او خليه بنفس اللون ما في مشكلة كمان. يعني اذا هاد فولد ببسط. اذا هاد كان عندي فولدر الاوراق.